الله يمسك المريضة والنور السرور. ما شاء الله تبارك الله، لمبة الحدائق هذه من أفضل لمبات الحدائق اللي ماشي عندنا، اللي تحط تحت ذوع أشجار. ميزتها غرز، لا مسامير ولا شيء، تغرزها بالأرض وتوجهها من هنا اللمبة على الجذع، وهنا توجيه الخلية الشمسية. اسمر هذا الشكل هذا، مجرد ما تغطي الخلية الشمسية على اعتبرنا حل الظلام، تضيء تلقائي، تعرض للشمس تطفى. سعره 45، ماشي عندنا كثير ما شاء الله، ولا فيه منها أي مشاكل. تفرع المتجر على مبيعات خارجية، سعره 45 ريال. بصور لكم بالليل شو نشرت على بإذن الله. ولا تعب روحك تسليك ولا مد سلاك ولا شيء، مجرد غارس 45 ريال. موجهين على الجذوع الأشجار، شوف إضاءتها كيف جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله، تضيء طول الليل، مجرد ما يحل الظلام تضيء، تطفى تلقائي الصباح على الطاقة الشمسية هذه. جميلة ومجربة وعملية، لا تمدد أسلاك ولا تتعب روحك. وغرز، نظام غرز، تقدر تنقله تغير اتجاهه من مكان لمكان، هذه ميزة الصراحة. إضاءة تلقائية ولا تتعب روحك. تفرع بالمبيعات الخارجية والمعرض وأيضا على المتجر الإلكتروني، سعره 45 ريال. شوفوا كيف ضاعت، ولا مثلها صراحة. إن شاء الله يوفقكم ويبارك لكم رب. شوفوا ضاعتها كيف.